الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضته الصارمة للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية. ومعنا الآن على الهواء مباشرة دانا أبو شمسية مراسلتنا من القدس المحتلة. آخر التفاصيل دانا وآخر تداعيات ما يحدث في رفح وهذا الاتصال الهاتفي للرئيس الفرنسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، لو لديك المزيد من التفاصيل. هذا الاتصال يؤكد على الرفض الواسع سواء الدولي أو حتى العربي أو حتى الرفض الداخلي الإسرائيلي لعملية برية عسكرية في رفح. وهذا الاتصال من الرئيس الفرنسي ماكرون الذي كان قد أبلغ نتنياهو معارضة فرنسا لمثل هكذا هجوم بري، لأنه يعي خطورة وتداعيات الهجوم البري العسكري في رفح. هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها الرئيس الفرنسي إلى بنيامين نتنياهو مثل هكذا رسائل والتأكيد على الرفض التحرك البري العسكري إلى رفح خوفا من تداعيات ما يحدث ومحاولة من فرنسا لإيجاد حلول لتهدئة الأوضاع والوصول إلى إطار تفاهمي يفضي إلى الإفراج عن المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية بسبب أن كانت هنالك إطار تفاهمي ومباحثات باريس التي تمت والتي كانت فيها تقارب في وجهات النظر كما يقال في وسائل الإعلام. اليوم بنيامين نتنياهو وكأنه يفتح النار على كل هذه الضغوط الدولية. كان هنالك موحد من الدول العربية وعلى رأسها مصر للرفض القاطع لمثل هكذا هجوم وتحديدا عند هذه المنطقة الحدودية. كذلك الحال الإدارة الأمريكية نفسها كانت في زيارة بلينكين السابعة الأخيرة أوضحت لبنيامين نتنياهو تزمت الإدارة الأمريكية بموقفها بعدم شن حملة عسكرية في رفح على الشكل الحالي، أي أن بوجود النازحين الفلسطينيين الذين قدر عددهم بمليون وأربعمائة ألف نازح متواجدين في رفح. دعينا نلخص ما جرى منذ صبيحة هذا اليوم سواء من التصريحات أو من القرارات العسكرية الإسرائيلية. جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له كان قد قال بأنه بدأ في محاولة تفريغ المنطقة الشرقية الجنوبية من رفح وطلب من النازحين هناك وقدر عددهم بمئة ألف نسمة التوجه إلى المنطقة الآمنة على حد ادعائه وهي منطقة المواصي، والذي قال بأنه قام في توسعتها وتجهيزها في خيم إيواء ومشافي ميدانية لاستقبال النازحين الذين سيتم إجلائهم من المنطقة الشرقية الجنوبية لرفح إلى منطقة المواصي. هذه الإعازات من قبل جيش الاحتلال كانت قد تمت عن طريق تلقي الغزيين اتصالات هاتفية، رسائل نصية عبر الهاتف المحمول، وعن طريق المناشير أو المنشورات التي ألقتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة رفح والتي تطلب منهم مغادرة المنطقة المذكورة تحديدا حسب الوصف الإسرائيلي المنطقة الشرقية الجنوبية من رفح. هذه العملية وفق تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة، أي أن الدخول البري إلى رفح وتحديدا في المنطقة الشرقية الجنوبية لن يتم قبل أن يتم إزاحة النازحين على حد زعم الاحتلال، وهذا يقدر في أسبوعين أو ثلاثة. ومن ثم قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذه العملية هي جراحية. يستخدم هذا الوصف في الإعلام الإسرائيلي لوصف دقة العمليات التي ستنفذ في العملية العسكرية الجغرافية هذه، وبأنها ستكون دقيقة، أي أنها محصورة محدودة الأهداف. طيب دانا، بحديثك عن الإعلام الإسرائيلي، ما الذي يتناوله الإعلام الإسرائيلي بشأن رفح والأهمية الاستراتيجية لرفح؟ هل ينظر إليها على أنها عملية سياسية يستدعيها بنيامين نتنياهو للبقاء على قيد الحياة السياسية، أم يقولون أن لها أهمية استراتيجية؟ ما الذي يتم تداوله في هذا الشأن؟ نتنياهو يبحث عن صورة نصر حتى وإن كانت هذه الصورة مزيفة فيجدها في رفح، ويقول ويزعم بأن هنالك ألوية تقدر عددها بأربعة ألوية تابعة لحركة حماس ما زالت تعمل في رفح، وبأن تحقيق النصر الحاسم وتحقيق أهداف الحرب المرجوة المتمثلة في القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس وفصائل المقاومة مجتمعة وأن تشكل غزة خطر يهدد أمن مستوطنات غلاف غزة ومن ثم ملف المحتجزين، لذلك يبرر بنيامين نتنياهو هذا الهجوم البري العسكري وكأنه يقول أن إتمام قواعد الحرب أو أهداف الحرب لن تتم إلا في الدخول البري العسكري إلى رفح. هذه التصريحات كنا قد سمعناها قبل اجتياح خان يونس وبأنه قال بأننا
سنصل إلى منزل السنوار، وبأننا قريبون جدا من منزل السنوار. ولكن فيما بعد اتضح أنه لا معلومات استخباراتية حقيقية دقيقة فيما يتعلق بأماكن تواجد المحتجزين، وقالوا وزعموا أن هنالك مجموعة من المحتجزين متواجدين في خان يونس، ولم يصلوا إلى قادة حركة حماس، بل ودمروا ومحوا قرى كاملة في تلك المنطقة. اليوم الانتقال إلى رفح، ويزعم بأن قادة حركة حماس هناك، وبأن مجموعة من المحتجزين لدى قطاع المقاومة متواجدين في رفح، وبأن النصر الحاتم سيكون بالقضاء على الألوية الأربعة المتبقية هناك. وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول، ويعني هنالك وجهتي نظر في هذا الموضوع. من يرى بأن هذه عملية عسكرية جدية في رفح، حتى وإن لم تكن بالشكل الذي روج إليها الإعلام الإسرائيلي، التي روج إليها كبار الساسة الإسرائيليين، وبأنها لن تكون تشبه ما حدث في مدينة غزة وفي خان يونس، بل ستكون محصورة محدودة الأهداف. وهنالك من يرى أنها مجرد وسيلة للضغط على حركة حماس وعلى الوفد المفاوض وعلى يعني الوساطات المصرية والقطرية للضغط على حماس للقبول في صفقة التبادل، وكأنها حرب نفسية يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي وتشنها المنظومة السياسية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو للدفع بحركة حماس للقبول في الإملاءات التي تحاول فرضها إسرائيل في خلال هذه المفاوضات، والمتمثلة بعدم إنهاء الحرب وبعدم وقف إطلاق دائم للنار وبعدم الانسحاب الكلي لجيش الاحتلال الإسرائيلي هناك. ولكن ما يتم فعلا هو كما ذكرنا البدء في هذه الخطة العسكرية التي وضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي في فبراير في شباط الماضي، وهذا ما وافق عليه نتنياهو علنية، والذي قال، وكان يوم الجمعة أذكر والتي عادة لا يكون فيها تصريحات سياسية، خرج نتنياهو وقال بأن المستوى السياسي أعطى الضوء الأخضر للبدء في وضع خطة عسكرية عملية من قبل الجيش الإسرائيلي. طيب. ومن بعدها أقر ووافق على هذه الخطة 5 مرات. هذه الخطة على مرحلتين، المرحلة الأولى يتم إجلاء النازحين ومن ثم الدخول إلى رفح. اليوم البيانات المتوالية تقول بأن العملية في رفح ستكون مجزأة، أي أنه سيتم الانتهاء من نقطة ومن بعدها يتم إجلاء نازحين آخرين ومن ثم متدرجة وعلى مراحل كما يقولون دانا. فيما يتعلق أيضا بالموقف في الداخل الإسرائيلي، تصريحات رئيس أو زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد حول أن الحكومة الإسرائيلية تخلت عن المحتجزين الإسرائيليين في هذه الأثناء، هل أيضا ينظر لأن أي تحرك تقوم به إسرائيل الآن هو انتصار لليمين المتطرف في إسرائيل والذين يدعون بشكل لافت وبشكل مضطرد ربما في هذه الأثناء وخلال الأيام الطويلة الماضية سموتريتش وبن غفير لحث الحكومة على الدخول لرفح، هل هكذا ينظر للأمر؟ الدخول البري العسكري إلى رفح ينظر إليه من داخل الشارع الإسرائيلي بأنه تخلي عن المحتجزين، وهذا جاء على لسان عائلات المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية الذين قالوا في بيان كان قد صدر قبل أمس، وقالوا بأنه إذا كان يجب علينا دفع أثمان في هذه الحرب والتخلي عن الدخول العسكري إلى رفح مقابل الإفراج عن المحتجزين فيجب علينا دفع الأثمان. وهذا ما قاله واللافت جالانس أمس في رسالة وجهها إلى بنيامين نتنياهو، قال بأنه يجب علينا من الدوافع الأخلاقية والقيمية أنا وأنت، ويقصد بذلك بنيامين نتنياهو، القبول في المقترح المصري لما له من تقارب في وجهات النظر ولما له من أهداف قد تحقق أهداف الحرب الإسرائيلية المتمثلة في الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين. حتى أن زعيم المعارضة الإسرائيلية قبل الدخول في هذه العملية العسكرية في رفح والبدء والتلويح فيها ووسط التهديدات كان يقول بأن الدخول البري العسكري إلى رفح يعني التخلي عن المحتجزين، وهذا ما أكدته هذه التصريحات اليوم بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهم يقومون بإجلاء النازحين للدخول العسكري. قال بأن الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرار في التخلي عن المحتجزين. هذا القرار في طبيعة الحال سيكون له تداعيات وتبعيات على الشارع الإسرائيلي، من المتوقع أن يكون هنالك تظاهرات مساء اليوم ردا على هذا القرار من قبل المستوى السياسي، خاصة أن صحيفة معرفة الإسرائيلية قالت أن فقط 38% من الإسرائيليين يؤيدون الدخول البري العسكري إلى رفح، مقابل 54% من الإسرائيليين يرون بضرورة الذهاب إلى صفقة تبادل دون الدخول البري إلى رفح. هذا يعني بأن أغلبية الإسرائيليين يوافقون على صفقة تبادل ولا يوافقون
على الدخول البري العسكري. هذا القرار لربما يكون له تداعيات وتبعيات متمثلة في تظاهرات كبيرة ليس فقط في تل أبيب بل في القدس وغيرها، وخاصة بعد التصريحات المتكررة المتطرفة من اليمين المتطرف. التوأمان إتمار بن غفير وسموتريتش كانا قد دعا بنيامين نتنياهو إلى ضرورة الدخول البري العسكري الفوري إلى رفح. وزيرة الاستيطان أيضا التي تنتمي إلى حزب سموتريتش كانت قد قالت بأنه الوقت حان للدخول البري العسكري إلى رفح، وتعالت الأصوات اليمينية وكأن بنيامين نتنياهو للحفاظ على منصبه كرئيس الوزراء الإسرائيلي وخوفا من خسران هذا المنصب اختار كفة وميزان اليمين المتطرف الذي يطالب في هذا الهجوم البري متخليا عن المحتجزين. وعائلات الأسرى تقول وعائلات المحتجزين تقول بأننا لا نريد توابيت فارغة تعود إلينا، نريد أبنائنا وبناتنا. أنا بشكرك شكرا جزيلا مراسلتنا من القدس المحتلة دانا أبو شمسية على كل هذه المعلومات. دانا وبالتأكيد سنعود إليك في وقت لاحق حينما يستجد جديد.